اهلا بيكم. بنقدم النهارده قطع عن المغول. طبعا المغول احنا ما بنحبهمش، اللي هم التتار، يعني عشان اعمالهم اللي عملوها في الدول الاسلاميه، بلاد ما وراء النهر، افغانستان وايران والاماكن اللي دخلوها، ابادوا كل شعوبها. وطبعا عندنا الفيلم الشهير بتاع عواء اسلاماه، بيحكي طبعا من وجهة نظر المخرج، يعني مش فيلم مخالف شوية للتاريخ، يعني التاريخ مختلف شوية، لكن هو بيسرد وقائع من وجهة نظر المخرج، وبيفكرنا بالمغول والتتار اللي عملوه. وطبعا مصر لها كل الشكر والعرفان انها وقفت زحف المغول، ومن وقتها بعد هزيمتهم في مصر انتهوا نهائي من العالم. والمغول هو جزء من الصين، موجود في منطقة ما بين الصين وروسيا، موجودين لغاية دلوقتي أرض المغول، أو المنغوليين أو المغوليين موجودين لغاية الآن موجودين، لكن وقتها كانوا شرسين جدا، وكان عندهم فرسان كانوا بيدخلوا على أي منطقة بيبيدوها تماما ويحرقوا كل حاجة ويقتلوا كل الناس الموجودين، وكان ياخدوا الستات وياخدوا الأطفال سبايا، ياخدوا الذهب وياخدوا كل الكنوز اللي كانوا بيلاقوها من الوطن العربي. فالنهاردة احنا بنقدم حاجة عنهم، طبعا مع الأسف يعني في العملة الواحد بيبقى يعني مضطر ان هو يقول، لأنها حاجة فنية جامدة جدا وحاجة تاريخية. العملة اللي ما حبش أقدمها العملة اليهودية بتاعت إسرائيل. اليهود دول دي ديانة، أنا ما مش متضايق من اليهود، انا متضايق من اسرائيل واللي وراها، الصهيونيه زي الامريكان وما شابه، لان هم دول موجودين فساد في الارض وفساد في الوطن العربي وفساد في قلب الامه الاسلاميه. ربنا يبيد اسرائيل واللي ورا اسرائيل. المهم انا دخلت في السياسه، ارجع تاني للعمله عشان كده ما يصحش. العمله اللي بيقدمها النهارده المغول العظماء، الخان العظماء القابيناي، سنة بالهجرية 658 ل 693 هجرية، وبالميلادي 1260 1294 ميلادي. عبارة عن درهم نادر جدا جدا جدا، وأفضل ما يعرف من الوقت بتاع المغول. فتفضلوا اتفرجوا على الجمال ده وسيبوكم من السياسة، معلش أنا غصب عني الدنيا كلها سياسة وانا دراستي اصلا سياسيه، فتلاقيني كده ايه سني طويل بحود لوحدي كده بخش على السياسه. فاتفرجوا على جمال القطعه دي، طبعا في ترجمه نازله ليها بس احنا بنحاول ناخد الترجمه الجزء اللي انا قلته اللي هي عمله بتاعه المغول العظماء بين قوسين الخان العظماء القابيلاي، السنه الهجريه والسنه الميلاديه زي ما انا قلت، مكتوب عليه بالترجمة بتاعته درهم نادر للغاية وأفضل ما يعرف. فتفضلوا اتفرجوا على الجمال الحلو ده بتاع الفترة بتاعت المغول. واحنا ما بنحبش المغول نفسهم عشان أفعالهم يعني، لكن العملة أو الأثر اللي سايبينه من حقنا احنا نشوفه وندرسه ونقتنيه، يعني لو نحب نقتنيه ماشي. أنا بس مش بقتني العملة بتاعت إسرائيل، في منها جالي بالغلط كده فتلاقيني لفتهم في سلوفان في ورق لازق اللي هو السلوتيب ده عشان ما اعرفش افتحهم تاني، ورميتهم في وسط العمله لغايه ما تيجي نسيبها تاخدهم. المهم اتفرجوا على العمله اللي قدامكم دي واستمتعوا بجمال المغول، رغم ان هم كانوا متوحشين بس استحاله يبقوا زي اليهود طبعا او زي اسرائيل. اليهود ديانه زي ما احنا اتفقنا. فاتفرجوا على الكلام ده وبعدونا عن السياسة عشان أنا لساني طويل. والسلام عليكم ورحمة الله.